تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعين نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتمنى أن تكون إن شاء الله ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة الهادفة. فريق العمل معنا في الإعداد نور نزال اليوم، وفي التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. سعد الله صباحكم جميعا، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وسؤال الحلقة، اللي يسأل عن سؤال الحلقة بتخبركم عن سؤال الحلقة الدكتورة ندى الملة. صباح الله بالخير دكتورة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الأربعاء الجميل اللي يتبعه إن شاء الله الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. أنا عايبيني حماسكم على سؤال المسابقة، أول فتحنا الانستغرام الكل يسأل عن السؤال. سؤالنا سهل أصلا اليوم بعد. وايت اللي جاب غلط بزعل. شو يقول السؤال؟ تم تطبيق نظام ملف الطب الإلكتروني سلامة وين؟ ليش معصبة؟ لا عشان حماس السؤال وايد سهل. في مستشفى دبي، مستشفى راشد أو جميع قطاعات هيئة الصحة بدبي على 4006، واذكروا الجواب بتحصلون إن شاء الله. في عندنا فايزين رح نسحب الأساميهم. الفايز الأول اللي حصل على 500 درهم كاش، والفايز الثاني بيحصل على باقة VIP لإجراء فحوصات أساسية. اثنينات من جائزتين مقدمات من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. إذن كل الشكر لمستشفى الزهرة على رعايتهم لهذه المسابقة. طيب الإجابات فقط على 4006، انستغرام ما فيها بس هني عشان نقدر نسحب. تمام اوكي. دراستنا اليوم يقول لك اكتشف فريق دولي من العلماء انزين ان المعي المتوسط للصراصير يحتوي على بروتين الكريستال، إذ يعتقد العلماء أن هذه المادة قد تكون مفتاحا للتغذية الصحية والسليمة في المستقبل، لأنها مغذية 4 مرات أحسن من حليب البقر. وهذا كلام وفقا لموقع سينس ألارت العلمي. على الرغم من أن معظم الصراصير لا تنتج الحليب، بيد أن هنالك نوع من الصراصير شو اسمه دكتورة؟ ديبلوبتيرا. انزين هذا الصرصور الوحيد اللي ينتج هذا النوع من الحليب المفيد لصحة الأطفال. انزين طبعا الباحثون من معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي في الهند قالوا أن الحليب الذي تنتجه هذه الحشرة يحتوي على أكثر من 3 أضعاف كمية الطاقة الموجودة في حليب البقر. وكشف بغيت أقرأ اسمه سوبرمان، اسمه سوبرامانيان راماسوامي، هذا العالم اللي قاد فريق البحث، أن حليب الصراصير يحتوي على البروتينات والدهون والسكريات
مشيرا إلى أن لديها كل الأحماض الأمينية الأساسية وهي بمثابة الغذاء الصحي المتكامل. وأضاف كمية السعرات الحرارية مستقرة جدا في هذا الحليب ويمكن أن يكون بروتينا رائعا. ليش تي تطالعين دراسة زين هذه؟ شو على بلات دراسة ما بلدي محمود الدراسة ما يعني ما أتخيل أم بتي يوم من الأيام تقول والله أنا ما بعطي ولدي حليب بقر بعطيه حليب صراصير. أهم شيء أكيد هم مدرسة أكيد أنت ياباني. أنت تعرفين أن يعني في قهوة يسوونها من براز ال شو اسمه نوع من أنواع موبل فيه لا شيء نسيت مثل القندس ما أدري شو هو شو هو شو بلاش يشبه الكوالا هي نسيت اسمه سووه منه قهوة لا حبوب القهوة ومن أفخر أنواع القهوة لا نوع أنواع القردة هذا عرفته الأنواع القردة اللي هي تأخذ حبوب القهوة عرفت القصة لا هذا أنا حتى يوم أشرب قهوتها ما أفكر بالأصل بس حليب الصراصير لا يعني ليه شوفي يقولش مو بقى صرصور هذا محترم مو صرصور معنا اللي صرصور هذا يطلع حليب زين أيمن يسأل الكوب الواحد كم صرصور نحتاج ما تدرين يعني يمكن صرصور يمكن صرصور ونص الله العالم عموما العلم وين ساير ما أدري حين قالوا لا تكمل رجاء الدراسة الحمد لله الناس صيام زين لا هو شوفي في أمور كثيرة عندنا في الحياة زين ما تعرفين الحين نحن ننجز منها ولا كذا يمكن مستقبلا اي ممكن مستقبلا يعني تتغير وايد مفاهيم واشياء يعني بس ان شاء الله محمود انت تشجع على لا 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 الحشرات ان شاء الله ما نصعد الحشرات ان شاء الله الله يعز النعمه انزين هي اهم شيء من الناحيه العلميه انه مفيد انه مفيد افيد من حليب البقر حسب ما يقولون انه في احماض امينيه اكثر مغذيه 4 مرات احسن هذا حسب دراسه حسب ممكن يسوونه شيء مثل البودر ويخلطونه وتاكلونه يقول الصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه حاط الجواب الجواب هذا ما شاء الله انت حاط لي عبالي الرساله يا ريال عندك استفسار ولا شيء طيب نعيد السؤال دكتوره وما نطلع فاصل السؤال ان تم تطبيق نظام لملف الطب الالكتروني سلامه هل في مستشفى دبي فقط او مستشفى راشد فقط او جميع قطاعات هيئه الصحه بدبي على 4006 مع اسماءكم الثلاثيه طيب فاصل وراجعين تتابعون الان برنامج صحه وسعاده صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا هنا عندنا محمد متابعنا من الكويت يقول بعرف المعلومة ما رده وما يغششون محمد أنت هني لا تحط الإجابة على الانستغرام سؤال حلقتنا دكتورة ذكرينا بالسؤال يقول وكيف ممكن يطرشون الإجابة يقول تم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني سلامة هل في مستشفى دبي فقط مستشفى راشد فقط أم جميع قطاعات هيئة الصحة بدبي على 4006 مع اسماءكم الثلاثية وعندنا فايزين 500 درهم كاش وباقة VIP بقيمة 1000 درهم من مستشفى الزهرة الخاص يقول لك اسم الحيوان القهوة اللوك اللوك ليش بها القرد هذا اللي فيه ورمز قهوته حلو والله انزين هني يقول صباح النور والسرور دكتور ندى واخوي محمود صباحكم الله بالخير ما حد يعرف الإجابة غير الأخ أيمن ما ظني يعرفها تعرف الإجابة؟ الإجابة سهلة أصلا ما أعرف يعني وايد سهلة أقول لك يعني بعد ما أقدر أمسح يعني خيار يا ليت أقدر أمسح خيار بيخترب السؤال كله اللي يقول من الكويت كيف أطرش أخي جائزتنا محلية ولا نطرش له والله زورنا يعني في دبي يستلمها من دبي بعد على راحته زين
انت على موضوع لها شو رايك في المعلومات اللي اعطيتك اياها على الصرصور في الفواصل؟ هذه المعلومه بتصومني سنه قدام. انزين ناخذ معانا عبر الهاتف ان شاء الله الدكتوره مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. طبعا نحن نتكلم مع الدكتوره مي عن اختيارها ما شاء الله يعني عضو مجلس اداره في جمعيه البنوك الدم العالميه في امستردام ومدير اقليمي للشرق الاوسط. صبحت الله بالخير دكتوره. دكتورة مي؟ راحت؟ لما نرجع اتصلون في دكتورة مي؟ لا اوكي نحن ترى تتعرفين شو استوى؟ لا قبل اثناء الفاصل فانا قلت له قالت يعني انا شوية مشغولة بتيني بي المدير التنفيذي وكذا وعندنا جولة فشو رايكم نأجل ليوم ثاني؟ انا شو قلت لها؟ قلت لها ما بنطول تماما نطول واي وقت انت يا المدير التنفيذي سكري عنا. ما توقعت انه بس سكر. يمكن وصل. انزين عموما نروح عايل على فقرتنا التغذويه شو رايك؟ جميل نروح على فقرتنا تعودتوا كل يوم في ايام رمضان عندنا فقره تغذويه. اليوم موضوعنا مهم ويهم شريحه كبيره من الناس اللي بنتكلم عن الصوم. شريحه قليله مو كثيره. تهم شريحه قليله. قليله من الناس؟ لا. فئة مصابة بحساسية القمح والحليب. القمح اللي عنده حساسية القمح والجلوتين. نعم فمعانا في الاستوديو لحظة الدكتورة رجعت معنا. يلا صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور استاذ محمود. هلا دكتورة ما ايش اخبارك؟ وديتينا شرق غرب دكتورة. الله يسلمك. نحن ما منطول معك تدري بس انت مشغولة. انزين بس بغينا نبارك لك اول شيء على اختيارك كعضو مجلس ادارة في جمعية البنوك الدم العالمية. ايضا نبغي بس نتكلم عن هذا الموضوع بشكل سريع دكتورة. اول شيء خبرينا شو هذا شو هاي الجمعية وشو اهمية اختيارك كعضو في هذه الجمعية ومدير اقليمي للشرق الاوسط. نعم شكرا جزيلا طبعا على اهتمامكم. وجمعية بنوك الدم العالمية اللي هي الانترناشنال سوسايتي اوف بلاد ترانسفيوجن مقرها في امستردام هي من اشهر الجمعيات العالمية في مجال طب نقل الدم. تأسست سنة 1935 وهي طبعا جمعية علمية غير نفعية. البرامج اللي مسؤولة عنها الجمعية هي طبعا التدريب وتطوير خدمات نقل الدم في كل دول العالم من خلال المؤتمرات العلمية ورش تدريبية منشورات مجلات علمية بالإضافة إلى وجود يعني ويب سايت لها للجمعية ممكن الناس تسجل فيها وتأخذ تدريب من خلال هذه يعني الجمعية عن كثير من الإجراءات الحديثة بغرض تطوير الكفاءات في مجال نقل الدم. الجمعية فيها بورد اوف دايركتورز يعني من كل دول العالم وكل 4 سنين تعيد انتخاب أعضائها وتحدد مدير لكل إقليم في العالم. فالحمد لله هذه السنة يعني تم اختياري كعضو في مجلس إدارة جمعية بنوك الدم العالمية وكمدير إقليمي لإقليم شرق المتوسط. طبعا هذا يعني شيء كبير لأنه عادة يختارون الناس عبر تصويت من كل دول العالم يعتمد على قد الشخص إلى دور في نشر الأبحاث العلمية في نشر العلم والتثقيف مشاركة الجمعية في نشر الأبحاث وكتابة مقالات وعقد ورش عمل ومؤتمرات. وطبعا تذكرون أنتم أنه في عام 2016 في شهر سبتمبر استضافت إمارة دبي ولأول مرة في الشرق الأوسط أحد مؤتمرات جمعية بنوك الدم العالمية وكان تحت رعاية وحضور سيدي سمو الشيخ محمد
بن راشد المكتوم الله يحفظه، وهذا طبعا كان دعم كبير لخدمات نقل الدم في المنطقة كلها، وكانت في مشاركة 98 دولة وبحضور أكثر من 2800 متخصص، فكان من أنجح المؤتمرات اللي أملتها جمعية بنوك الدم العالمية. وطبعا اختيار الشخص كمدير للإقليم مسؤولية كبيرة، لأنه يجب أنه نفعل دور الجمعية في الإقليم، فنحاول أنه نشجع أنه خبراءهم وأنه يجون يتواجدون في الدول المنطقة بغرض التعليم والتطوير في مجال نقل الدم، وأن يعقدون مؤتمرات تدريبية حتى يرفعوا من كفاءة الكادر، لأن طب نقل الدم في تطور مستمر مثل باقي علوم حاليا، فيحتاج دائما إعادة تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال. وطبعا أفخر أنه أني موظفة في هيئة الصحة في دبي، فهذا طبعا يبين كفاءة العاملين وتميزهم على المستوى المحلي والعالمي. طيب يعني نحن ما نبغى نطول عليك دكتورة، بس ذكرينا بمواعيد العمل عندكم في مركز دبي للتبرع بالدم خلال شهر رمضان، وبعض النصائح السريعة للمتبرعين في رمضان. هل تنصحين المتبرعون ولا لا؟ طبعا أهلا وسهلا بيوم. ما نقدر نوقف سحب الدم في أي يوم، لأن هذا يأثر على مخزون الدم. مركز التبرع بالدم في دبي داخل حرم مستشفى لطيفة فاتح يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، وطبعا هذا لغير المسلمين. ما ننصح الأشخاص الصائمين أنه يتبرعون أثناء الصيام، وفاتحين إحنا يوميا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 مساء إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل لاستقبال جميع المتبرعين من الصائمين وغير الصائمين. وطبعا دائما نذكر أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان، فاعتمادنا على المتبرعين الطوعيين الله يجازيهم خير، وكل عام وهم بخير. وطبعا دائما نحن نقول أنه التبرع بالدم يفيد في تجديد خلايا الدم وينشط الجسم بصورة عامة، ويقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، ويقلل من نسبة الحديد الزائد الموجود بالدم. طيب أنا عادة أن محمد من الكويت هذا يسأل دكتور، يقول أسألها محمود كم نسبة الدم أفضل شيء، وكاتب 167 يكون مرتفع؟ 167 يعني 16.7. لا طبعا المستوى خضاب الدم الهيموغلوبين عند الرجال الطبيعي من 13 إلى 17.5، فهو إذا 167 يعني 16.7 هذا طبيعي. وبالنسبة للحريم يكون من 12 إلى تقريبا 15.5. وبس احنا بالنسبة للتبرع ليش الحريم أقل؟ كتلة الجسم مفروض الحريم أكثر، اختلاف في الفيزيولوجي كتلة الجسم بين جسم المرأة والرجل، لذلك لازم الرياضيين محمود يتبرعون أكثر، لازم الدم عندهم أعلى، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. يباركوا لك دكتورة على المنصب. شكرا إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظن الجميع بإذن الله. فخورين جدا فيك دكتورة، ونتمنى لك إن شاء الله رئاسة الجمعية في السنوات القادمة إن شاء الله يا رب. الله يحفظك. أكيد هذه المسألة بتخدم يعني عمليات التبرع بالدم، وأنت ما شاء الله عليك نشيطة في هذا المجال، والمركز يعني حقق الكثير من الإنجازات في الفترة الأخيرة، نتمنى أنها تستمر وفي المستقبل يكون عندكم إنجازات أكبر وأكبر إن شاء الله بإذن الله تعالى. عاد سامحينا ما أدري المدير التنفيذي وصل ولا لا، لكن ما نخليك الحين دكتورة موجود. إن شاء الله سامحينا عاد على وقتك، وشكرا جزيلا لك. الله يحفظك وأنت أسعد إن شاء الله. شكرا لك. كانت معنا الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، ورئيس شو؟ رئيس ليش تضحكين؟ رئيس مجلس إدارة في جمعية بنوك الدم العالمية في أمستردام، ومدير لإقليم الشرق الأوسط. لا عضو مجلس إدارة
فال زين ان شاء الله يا رب تسوي رئيس يا رب. انزين سؤال حلقتنا نذكركم فيه. سؤال الحلقة اللي يجابون غلط والله نزعلنا منكم. يعني أسهل من هالسؤال ما في. تم تطبيق نظام سلامة وين؟ في مستشفى راشد أو مستشفى دبي أو في كافة قطاعات هيئة الصحة على 4006. فاصل. لا أنا متأكد اليوم أنت صايمة ما شاء الله. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 وسؤال الحلقة اللي نستقبل عليه الإجابات عبر الرسائل النصية. شو سؤالنا يقول دكتورة؟ يقول تم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني سلامة، هل في مستشفى دبي فقط أو مستشفى راشد فقط أو جميع قطاعات هيئة الصحة بدبي على 4006؟ نسحب على اسمين، الاسم الأول بيفوز ب 500 درهم كاش والاسم الثاني إن شاء الله بيفوز معنا بباقة VIP بقيمة 1000 درهم وجايزتين مقدمات من مستشفى الزهر الخاص بدبي. انزين انا ياسر عبد اللطيف، انت ياسر طرش الاجابه مع السنه. انا سؤالنا ما في اي شيء يخص السنه، يمكن مخربط في المسابقات او يمكن هذه رسائل قديمه قاعده توصلنا في هذا الوقت الله العالم. كان في حد مسج عن التأمين، وين راح؟ هي كان تحت يقول عن صفحة ثانية. انزين ليه ما نحصل الرسالة ويفتح معانا السيستم؟ ننتقل لموضوعنا التغذوي اليوم اللي هو ما نتكلم فيه عن ركزي. انت مركزة معايا؟ ترى قبل فاصل اختبرتك، هل تخلي اختبرتك مرة ثانية؟ انزين ما نتكلم عن شو؟ نتكلم عن الصوم الصحي للناس اللي عندهم حساسية القمح والحليب. اللي هي شو يسمونها حساسية شو؟ الجلوتين. الجلوتين أم القمح يعني؟ إيه. إنزين. واللاكتوز الحليب. أوكي. طيب بتكون معانا إن شاء الله وموجودة معانا في الاستوديو الأختي إيمان محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أختي إيمان. أهلاً، صباح الخير. يا صباح الورد، حياك الله في صحة وسعادة. طيب أنا بس حصلت المسج بقرأ، يقول السلام عليكم، بس كان زوجتي تداوم في عجمان وعملت ليها تأمين صحي شخصي. زين، والحين نقلت كفالتها على الزوج والزوج مقيم في دبي، هل تجديد التأمين الصحي إلزامي؟ وإذا لم تجدد لها التأمين الصحي هل يترتب عليها غرامات؟ يعني إلزامي نعم. من الآخر ما دام على دبي لازم التأمين. زين إيمان، أول مرة معانا في البرنامج، إن شاء الله مو بآخر مرة إن شاء الله. إنزين، خبرينا عن أول شيء حساسية الجلوتين، أعطينا نبذة عنها. أوكي، الجلوتين طبعاً جلوتين فري دايت اللي أغلبية الناس اللي بتبعوه بسبب أو بدون سبب هو خاص لمرضى السيلياك. هو مرض بيصيب جهاز المناعة مما يؤدي إلى رد فعل عكسي للجلوتين، وممكن يؤدي إلى تلف الأمعاء وسوء في امتصاص الأغذية. ففي هذه الحالة لازم المرضى السيلياك ديزيز أوكي لازم يبتعدوا عن القمح والشعير وحبوب الجودر اللي هي الشوفان. وطبعا المنتجات اللي بتحتوي على هاي بالضبط. الحين بعد محمود مستوي مثل الترند، يعني الناس حتى لو ما عندها حساسية من الجلوتين أو حتى من اللاكتوز في الحليب، في وايد توصيات الحين طلعت الناس لازم تمتنع عن الجلوتين واللاكتوز عشان ينقصون وزنهم، تحسين أداء جهازهم الهضمي، لصحة أفضل. حتى في وايد دراسات طلعت تقول عن ارتباط السرطانات بزيادة استهلاك اللاكتوز والجلوتين. فتلاقي الناس الحين كلها تلاقيها في الجمعية تدور عن اللاكتوز فري، عن الجلوتين فري، وفيها يعني فيها الأوبشنز الحين، سواء في خبز جلوتين فري، في حليب لاكتوز فري. فصراحة يعني هاي هبة جديدة الحين مستوية. والناس كلام صح الحين ولا أكيد طبعا هذا الكلام مش صح، لأنه بينز يعني
بعض المعادن والفيتامينات موجودة في الأشياء اللي تحتوي على الجلوتين. صحيح، يعني إنه هو مو صح إن واحد يعني يمشي مع هذه الموضة الجديدة هو الامتناع عن الجلوتين واللاكتوز من غير سبب، من غير ما يكون عندي حساسية مثبتة من هذه المواد، فقط لأن صار في ترند حاليا عن الجلوتين واللاكتوز إنه هو لازم عشان أخفف وزني أمتنع عنهم، وهي عناصر أساسية موجودة أصلاً، فإحنا ما ننصح حد إنه يوقف عنهم إلا اللي فيه حساسية مثبتة. في وايد من الناس إذا محمود شرب شوية حليب عورة شوية بطنه قال عندي حساسية أكيد من اللاكتوز، وما تكون حساسية هذه أصلاً، يكون في عوامل أخرى موجودة، الحليب يسوي له شوية نفخة، عنده سوء هضم من قبل، فما نوقف العناصر الغذائية لأن كلها أساسية طبعاً. أختي ما شو هي بدائل الحليب والقمح اللي حق اللي يعانون من هذه الحساسية؟ أوكي، بالنسبة لبدائل الحليب في عنا اللي هو الحليب باللوز أو الحليب بالصويا موجود، وفي كتير بدائل للناس اللي هم مرضى السيلياك، زي مثلا ممكن يتناولوا الخبز المصنوع من دقيق الذرة أو دقيق البطاطا. صحيح. أو ممكن ياخذوا اللي هي بذور الكتان، البقوليات مثل الفاصوليا، الحمص، البازيلا، الساغو، كل هاي الأشياء ما بتحتوي، يعني في كتير عنا بدائل. جميل. ولازم طبعا ما ننسى للمرضى السيلياك يقرأوا بطاقة البيانات الغذائية، لأنه ممكن البرودكت يبين أنه هو جلوتين فري بس يكون يحتوي على أو يصنع مع الأشياء المحتوية على البروتين الجلوتين. جميل. هني يسأل هل يستطيع مريض السكر التبرع؟ يعتمد على نسبة السكر هذا. صحيح. إذا سكره منتظم أو مش منتظم بس يقدر يتبرع إن شاء الله بالسكر حسب الحالة. انزين، في واحد هنا قاعد يقول السلام عليكم، طالما ان التبرع بالدم مجانا لماذا يدفع المرضى قيمه الدم للمستشفيات؟ طيب انا بقول لك شيء الحين، انت تتوقع اني انا بسحب منك الدم انزين بسحب كذا الشيس هذا بحطه في اللي يحتاج الدم؟ لا طبعا، لا، في عمليات وايد. صحيح. انتوا اللي تشوفونه يعني هذه عمليه بسيطه لكن في بروسس طويل ليه ما يوصلك الدم، بارك الله فيك. صحيح. صح. تعرف محمود أنا قبل فترة رحت تبرعت بالدم، حتى المعقم اللي يستخدمون لك إياه قبل ما يغزون الإبرة معقم جراحي في الجراحات الكبرى، وهذا مكلف. ليش؟ لأن قالوا إنه الكحول فقط يعني ما يخليهم يطمنون 100% إن جلدك خالي من البكتيريا، يعني تخيل أي درجة. لا، هي المسألة يا جماعة الخير، يعني الواحد يوم يصير يتبرع بالدم هذا أسمى عملية إنسانية ممكن يسويها في حياته. عاد نرجع نحن إيمان حق سلتنا، سامحين نحن بس لأن البرنامج دائما نقول هو البرنامج للجمهور، فاللي عنده أي سؤال عنده أي شغلة نحن على طول يعني نوقف حتى لو كان الموضوع عندنا موجود نعطيهم الفرصة الأكبر للرد على استفساراتهم. طيب شو هي الآثار الجانبية اللي ممكن يعانون منها مرضى حساسية القمح والحليب؟ إذا تناول أوكي، بيختلف الأمر من شخص لآخر، وممكن تظهر الأعراض مباشرة لدى بعض الأشخاص كما يمكن أن تظهر بعد فترة يعني يعني الأعراض المرض ومضاعفاته قد لا تظهر تماما بس بتأثر سلبيا داخل الجسم، إنه تتلف الأمعاء. نعم، أمعاء الإنسان طبعا، لأن حساسية الجلوتين واللاكتوز هي عبارة عن جهاز المناعي مالكم يتم يحارب جزيئات اللاكتوز الجلوتين الموجودة عندكم، عشان شيء ممكن يسوي تلف الأمعاء. لهذا السبب احنا دائما ننصح الناس اللي عندهم حساسية انهم يمتنعون تماما من منتجات تحتوي على الجلوتين او على اللاكتوز، عشان ما يستوي هذا يعني جهاز المناعي يحارب عندكم الأمعاء فما يسوي تلف الأمعاء. زين، الحين يعني الواحد كيف يعرف أنه عنده أعراض حساسية الجلوتين؟ ما تطلع عندك شيء أعراض سريعة؟ في طبعا أعراض اللي هي سوء امتصاص، مثلا عندنا فقر الدم، اللي هي الأوستيوبروسيس، هشاشة العظام، إسهال ممكن، أو انتفاخات في البطن، ألم شديد في البطن. هاي الأشياء طبعا إحنا مش إحنا اللي بنشخص، بنوديهم على دكتور جهاز هضمي هو اللي بيشخص هذه الحالة، وإحنا من جهتنا بنعطيهم التغذية أو النصائح التغذوية اللازمة لهذه الحالة. بالضبط. صحيح. طيب يقول الدكتورة صايمة صج لأنها قالت يقدر يتبرع بالسكر. يقدر يتبرع حسب الحالة، في مرضى السكر عندهم منتظم فعادي يقدر يتبرع، ولكن حالات يقدر يتبرع بالدم قصد بتبرع مش بالسكر. ايه انزين.
بالدم. زين. قمت بعملية لامبور ديسك، أقدر أتبرع بالدم؟ يقدر؟ بعد العمليات بالعادة بشكل عام، أي عملية بالعقل 6 أشهر ما ننصح تتبرع بالدم، بس أريد أقول حسب حالتك الصحية أخوي، هل فقد دم خلال العملية، هل تم نقل دم لك؟ نقل الدم يعتبر من أحد موانع نقل الدم لفترة معينة، فهذا لازم تسأل فيه، تستشير فيه بنك الدم. طيب نحن نوقف استقبال إجابات السؤال على سؤال حلقتنا اليوم اللي هي سؤال، اللي هو السؤال يقول هل تم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني سلامة في مستشفى دبي فقط أو راشد فقط أو كافة القطاعات؟ كافة القطاعات طبعا. يعني النظام سلامة موجود في كل قطاعات الهيئة، في كل قطاعات الهيئة موجود نظام سلامة. زين إيمان، شو تنصحين بشكل عام يعني عشان الواحد يكون يعني صايم بشكل ممتاز وما ممكن أن تصيبه بعض الأعراض الخاصة، خاصة الأعراض اللي تنتج عن الصيام لهذه الفترات الطويلة، شو تنصحين مرضى حساسية الجلوتين أنهم يسوونه؟ مرضى حساسية الجلوتين زيهم زي أي إنسان، بس إنهم لازم يمتنعوا عن القمح والشعير والشوفان. إحنا دائما بننصح بأكل الفواكه والخضروات لاحتوائها على كمية كبيرة من السوائل اللي بتمنع اللي هي العطش أو الجفاف أثناء الفترات الطويلة في الصيام، بالأخص إحنا هلقيت في فصل الصيف. وأغلبية الناس أطعمتهم أو يعني بشكل عام الأطعمة بتحتوي على الكربوهيدرات، صحيح بيعتمدوا على الكربوهيدرات في الصيام وبينسوا اللي هي الخضروات والفواكه. لازم يركزوا عليها، يركزوا على طبعا حساسية الحليب، أنا ما بحكي عنهم، يركزوا على الحليب ومشتقات الحليب والألبان اللي احتواها على الكالسيوم. اللي عنده حساسية الحليب، اللي عنده حساسية الحليب ممكن ياخذ الحليب الصويا او حليب اللوز زي ما حكينا. وفيها اللي صار برودكتس اللي هي مثلا الجبنه التوفو اللي هي مصنوعه من الصويا، وهي الاشياء البدائل. يعني في بدائل، في بدائل بس اغلى، اغلى اكيد بس موجوده متوفره عندنا في اسواقنا بتوفر نفس الفيتامينات والمعادن. صحيح. هل تحليل الدم العادي ممكن يظهر لنا حساسية الجلوتين؟ لا. لازم تحليل حساسية الجلوتين. كيف يسوون التحليل؟ موجودة التحاليل في الهيئة. يسوونها. موجودة. للكل؟ لا، لازم للحالات إلا مثلا عندهم إكزيما شديدة فترة طويلة أو أزمة ربو شديد لما يستجيب العلاجات، وبعض الحالات المعينة مو بأي شخص قال عندي نفخة بسيطة بسوي التحليل، لازم تكون حالة صحية شديدة نسوي لك التحليل سواء الجلوتين أو اللاكتوز. طيب يقول السلام عليكم، تركت التدخين من أسبوعين والحمد لله، هل ممكن أتبرع بالدم في الوقت الحالي؟ هي أكيد أو شيء، ألف مبروك والله يثبتك إن شاء الله. بالعكس يعني زين، حتى وبعدين نحن نقول حق المدخنين سيروا تبرعوا لأن خضاب الدم تكون عندهم عالية. إنزين المدخنين فيتبرعون، هذا بالعكس يعني يساعدهم. طيب نحن إيمان يعني شاكرين لك تواجدك معنا، أنت أول مرة تطلعين معنا في البرنامج، وإن شاء الله مش آخر مرة، إن شاء الله نشوفك يعني في أكثر من مناسبة. إيمان محمد أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا وكل عام وأنت بخير وأنت بصحة وسلامة. طيب نحن قلنا منوقف في استقبال المسجات الخاصة بمسابقتنا وأسماء الفائزين معانا. الفائز الأول ب 500 درهم حمد علي جمعة، ألف مبروك لحمد علي جمعة. الفائز الثاني بيفوز معانا بشو دكتورة؟ الفائز الثاني باقة VIP قيمتها 1000 درهم من مستشفى الزهر الخاص. طيب هذه مجموعة فحوصات، باقة الفحوصات يعني VIP الشاملة في مستشفى الزهرة بدبي. عوشة غانم الشامسي، ألف مبروك لعوشة غانم الشامسي. إذن الفائزين معانا حمد علي يمعة وعوشة غانم الشامسي، ألف مبروك. حمد ب500 درهم وعوشة بالباقة باقة VIP. عموما وصلنا كل القطاعات، الناس بعد تسأل في الجواب يعني سهل يا جماعة الخير.
سوينا هذا وسوينا حفلة لما أخذنا وخلصنا سلامة وعساكم دوم صحة وسلامة. انزين شكرا لكم, شكرا لك إسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق, في الإعداد اليوم نور نزال, وفي الإخراج المبدع دائما أيمن سرحيل. وشكرا لك دكتورة ندى الملة. عفوا مرة ثانية ركزي معاكم بإذن معاكم. لا أنت إذنك معانا, ما أدري شو تسوي في التليفون, شو تسوي في التليفون خبريني قبل أنهي. أرمس الدوام أقولهم برد على إيميلاتكم عقب ما أخلص. أنا شفت جوتي ما شفت شو اسمه عشان تركزي مرة ثانية. عموما السلام عليكم. أنا أحس اللي يكون صاحي أكثر وقت ممكن من فترة الصيام هو اللي يستفيد صحيا من الصيام أكثر من اللي يقضيها صحيح نايم. صحيح صحيح. أزي يعني شكرا لكم على المتابعة, حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. يعني الأيام مضروبة عندي بعد الصدقين باجر خميس. انزين نلقاكم ان شاء الله في الغد, حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.